هو صحيح اليوم دخلنا في صمت الانتخابي، اما اذا ما يمنعش للشعب نتصور خذي قرار نتاعو. فما كيف كيف فئه من الشباب ما انتخبتش في الدوره الاولى في دوره تشريعيه، تصور اليوم في الدوره الرئاسيه باش يكون القبيل نتاع الشباب برشا. الشعب يمكن اختار الوجهه اللي تحبها، ما عادش نحبوا الظلم، ما عادش نحبوا استبداد. فما عبيد في تونس بزيت تموت بالجوع، دونك باش يختاروا الرئيس اللي مثلهم، الرئيس اللي يحب يوصل تونس القدوة. نحبوا غدوة، نحبوا تونس اليوم مش كيما تونس غدوة، نحبوها تتحسن ديما القدام. الشعب ماهوش ديبيل، الشعب مش باش يخلي عبد اخر يختار في بلاصته ولا يختار يسرق له صوته. الكل باش مراكز تصويت، الكل باش تبدي رايها. غدوة يوم فارق في تاريخ تونس، على خاطر غدوة الاختيار اللي مش تختاروه مش يحدد مسيرة نتاع 5 سنين. ومن أهم الحاجات اللي تراهن عليها الناس هو استبداد، هو استبداد الأمن، هو عودة الأمان للمواطن. وفي ظل الوضع الإقليمي وفي ظل الحدود المنفلتة اللي في الجوار الليبي وفي برشا أماكن أخرى، يصعب التكهن أو يصعب ضمان نتيجة مضمونة من طو الأمر نتاع الوضع الأمني اللي مش عايشه تونس في ال5 سنوات القادمة. هو راهين المتغيرات السياسية في المنطقة ككل، هذا أولا. ثانيا على المستوى الداخلي نعرف أنه الأمن ومعناها المعيشة نتاع المواطن مترابطين. بالنسبة لي أنا في الحوار اللي سمعته مع الناس اللي تحكي من بكري، نحب نعرف حاجة برك، أنه مرشح للرئاسة يجي قبل بنهار الانتخابات يصنف ولاية كاملة بأنهم يشترون بدبوزة زيت وخبزة وبك وحليب، هكذا دبوزة زيت وخبزة وبك وحليب. هالي سيدي بوزيد، أنا الناس الكل تعرف شكون الفئة، فهم؟ قال أنه هذوما جواعة في كروشهم، إذا كان أنت تحب تربح الأصوات متاعهم دبوزة زيت وخبزة. لذلك أنا كموقف شخصي ولا ألزم به أحد، سأحاول أن أختار الرئيس الذي يمكن أن يحقق لي شيئين. الأول أن تسهل معارضته، أي لما نجي باش نهار نقدم ونقول أنه راهو سيفيني وإلا راهو أخرج على ما رسمه من أهداف، بالقانون يخرج بدون اللجوء إلى الشغب أو ما إلى ذلك. وثانيا عندنا مجلس نواب منتخب جديد، مجلس النواب هذايا عنده لون طاغي فيه. لما المجلس هذايا غدوة نشوفه أنه خرج على المسار وخرج على أهداف الثورة وكل شيء، أنا نحاول أن نختار رئيس اللي بالقانون كيف كيف ينجم يحل المجلس هذا أو ينجم يخرج منه. لكن لما نختار مرشح هو بيدو من نفس الحزب وفيدو جميع الصلاحيات، وقتها قد تنزلق البلاد إلى إشكاليات أمنية أخرى يصعب التكهن بنتائجها. نجيب الحاجة أخرى في التطاول، يعني على الجهات من هذا وهذا. المرزوقي كلمة غلط فيها، قال طاغوت، ومن اعترف بذنب فلا ذنب عليه، اعترف وقال أنا غلط في الكلمة هذيك ونطلب السماح من 1,200,000 اللي انتخبوا الباجي الكل. دونك سي الباجي قال اللي انتخبوا المرزوقي إرهابيين وسلفيين متشددين، وما زال يسر على كلامه وما حبش يعني يقدم اعتذاراته للشعب. شكون عاد إذا كان أنا مثلا أيد سي الباجي؟ مثلا سي الباجي نرى الواحد البرنامج نتاعو برنامج ينجم يخرج خرج تونس، معناها من خرج تونس من المشاكل اللي صارت توا 3 سنين اللي غرقنا فيها سي المرزوقي. هذا اللي راه. كيف تشوف مستقبل تونس الأمن؟ والله إن شاء الله سوا، إن شاء الله بدينا شوية ناخذوا على عشنا يعني بريود ما نش مستأنسين بالإرهاب والواحد توا، إن شاء الله الحمد لله، إن شاء الله سوا، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله المستقبل مشرق إن شاء الله. عموما وخلاصة أن الوضع الأمني هو الحصان الذي عليه يراهن كل الناس، وهذا الحصان لحد الآن منفلت. لكن أرجو من التونسيين حسن الاختيار، وأرجو من التونسيين الإقبال بكثافة غدوة على الانتخابات، ولا مجال للتردد اليوم ولا مجال للتشكيك في نزاهة انتخابات. دونك أنا في الحالة هذه ما نعرفش يعني الناس الشعب التونسي كيفاش يخمم، أنه إنسان مازال ما وصلش للرئيس، ها؟ مازال ما وصلش رئيس دولة،
يعذر في جهة كاملة، يعذرها بأنها جواعة في كروشهم وتشراوا بخبزة ودبوا زازين، فهمت؟ كشهداء ثورة كما يحكي الأخ، شهداء ثورة قال عندنا ثلاثة برك، هما نقد والبراهمي وشكري بالعيد، فهمت؟ الأربعمائة واحد اللي ماتوا في الثورة، والجنود والجيش والحرس والكل هذوكم الكل الناس الكل شافتها كيفاش عملها، ما غير ما نعودوها احنا لهنا، فهمت؟ والسلام عليكم. نحن يمكن عنا شكون اخترناه ونصوروه القدوة باش يكون غدوة لتونس، يكون رجل سياسة كف، ما عادش حشتنا بالإرهاب، ما عادش نحبوا نخاف على رواحنا كي نخرجوا للشارع، ما عادش نخموا في سم الخبزة، ما عادش عبيت موت بشر مزامة ما خاطر مزلنا تو في 2014. شكون تصور مرشح؟ أنا نصور اللي يكون السيد باجي قاعد السبسي هو اللي يكون الرئيس القادم لتونس، ونصوره هو رجل كف وهو رجل السياسة، خاطر حسب البرامج نتاعو الشعب الكل يستنى في رئيس واعد يرجع هيبة الدولة، يرجع الأمن والاقتصاد، يرجع التنمية والاستثمار، هذا الكل كان غايب في بلادنا من ما اللي عملها الثورة. التوا مريناش حتى رجل السياسة وقف على الساحة وحقق مطالب الشعب، كلها تمشي المصالح الشخصية، كلها تلوج على الربح المادي. وكاو إن شاء الله، إن شاء الله تونس ديما القدام، وإن شاء الله ربي يسهل. الحملة الانتخابية هذه الحملة الرئاسية الدورة الثانية اللي لاحظنا أنه ما ثمش برامج، وإنما كان ثم شخصيات، فهمتني؟ تو بالنسبة للباجي قائد السبسي يعني أعطاه برنامج قبل وساهم في الحكومة الثانية تاع تونس وحلت بعض المشاكل. التونسي تو الهاجس نتاعه هو هاجس أمني ثم هاجس اقتصادي. الباجي قائد السبسي بالنسبة للشعب التونسي يتصوروه أنه عنده إمكانية باش يحل المشاكل هذه. لكن الشعب التونسي أو فئة من الشعب التونسي اتأخذ الباجي قائد السبسي جملة من مؤاخذات تتعلق بالمراحل السابقة نتاع 60 سنة اللي فاتت، اللي هي المرحلة اللي حكم فيها مع بورقيبة وضعية اليوسفيين، والمرحلة اللي حكم فيها مع بن علي وقتها كان رئيس مجلس النواب. دونك بالنسبة لنا ثم جانب آخر هو الجانب الصحي للسيد الرئيس، إذا كان هو باش يكون رئيس، فهمتي؟ هل ترى وضعيتها الصحية فهمتي تأهله باش يواكب الوضع نتاع البلاد